النور، صباح الخير. فيديو اليوم فيديو مختلف جدا. اليوم تولوج الخير كيقولوا ملي كتحت الثلج كيجي مع العام ديال الخير، العام ديال البياض. كنتمنى على الله يا ربي. اليوم انتما كتشوفوا كيفاش صبحنا البارح، كان الثلج ولكن ما كانش بهذه الطريقه هذه. اليوم ملي نوضنا في الصباح جبرنا هذا التولوج، غطات الباب، غطات الطوموبيلات، غطات كل شيء. الحركه موقفه نهائيا هنا في مدريد وفي اسبانيا كامله تحت الثلج. فحال اللي كتشوفوا معايا مشكله دابا الثلج والريح، الريح كيدفعوا كيضربوا كيضرب مع الحيوط وداكشي. حتى اللي كان فوق القرمود راه وطر وبدا كيطر وكيتلصق مع الحيوط. انتما كتشوفوا البلكونيات كلشي كلشي تغطى بالثلج ما شاء الله. اول مره من نهار اللي جيت من اسبانيا لمدريد هنايا كيطيح هذا الثلج بهذه الغزاره هذه. صراحه الله اول مره كنشوفه بهذه الطريقه هذه ما شاء الله. ما حتى شي عاد تمشي بعيد باش تلعب، غير في الباب تفتح الباب ديال، انا غنوريكم الباب من تحت كي هي تفتحها تخرج تلعب مع راسك في الثلج وتضرب صراطوس وكل شيء بلا ما تبعد. يا ربي يكون هاد الثلج ان شاء الله هاد الخير. في المغرب للاسف شديد كاين الفيضانات، الحمد لله وشكر لله على امطار الخير، ولكن الفيضان الله يحسن العون الناس اللي ضروا وقلبنا معاهم والله العظيم ماشي سهله صعيبه. كاين الناس اللي بقات تسقول حوايجها، كاين الناس اللي بقات حاصله يومين ثلاث ايام في الامطار. الحمد لله على كل حال هادشي اللي جانا هاد العام، الحمد لله والشكر عليه. هذه واحد النعمه من عند الله، كلشي فيه خير اللي كيجي من عند الله كامل فيه الخير. الحمد لله على كل حال. فحال اللي كنقولوا فحال اللي كتشوفوا معايا نتوما حنا حاصلين الباركو، هذا الباركو ديال فوقي وشو كيفاش عامر. انا نهبطكم معايا تحت نزل قاع فتح الباب وهتشوفوا كيفاش. ما عندكش ما يدوز، ما عندكش ما يدوز، كتنزل رجلك كتغطس. هذه واحد الطاقه عندي في الدروج، انتما كتشوفوا كيفاش مره مره مغلقه. كلشي كلشي تغلق بالثلج والبرد. الصراحه الله كاين برد، هما سيمانه وما كيعلمونا كيقولوا لنا باللي الثلج ماشي طاح. ها الباب تزنقه ملي حليته، انتما كتشوفوا معايا شوفوا الطوموبيلات كيفاش مغطيين. هادشي اللي طاح بالليل هو مبارح في الصباح هو كيطيح، ولكن كان رقيق ماشي كيشبر شبر في الارض بالليل وكلشي، ولكن هادشي اللي طاح بالليل راه وباقي كيطيح دابا، باقي بكثره باقي كيطيح وباقي ان شاء الله. ما عرفتش من هنا العشيه كيفاش مشات تكون الاحوال هنايا، توقفت الحركه مره مره الحمد لله، ولكن ان شاء الله دابا يزول هادشي كامل. دابا يدوب هاد الثلج ورجع الماء ان شاء الله يهون السدود، كل شيء في خير. انتما كتشوفوا ما تقدرش تمشي في الزنقه هكذا في الثلج هذا ما شاء الله. انا اول مره كنشوف هادشي صراحه الله وعجبني الحال. انا نوريكم البارح بالليل كيفاش كانت الدنيا قبل ما نعسو كيفاش كانت هكذا، وفي الصباح ما من البارح بالليل اليوم في الصباح شوفوا كيفاش الفرق كيفاش صبحت الدنيا. الحمد لله على كل حال، اللهم اجعله الثلج ديال الخير ويغسلنا بالثلج والماء والبرد. الحمد لله والشكر لله، هذه نعمه من عند الله جاتنا. شفتوا كيفاش كانوا الطوموبيلات البارح بالليل وكيف صبحوا اليوم، فرق كبير. ولكن ليله ديال الثلج وباقي لحد الان كيطيح. في الساعه اللي كنسجل لكم فيها راه باقي كيطيح الثلج، راه تبارك الله باقي باقي. قالوا حتى نهار الاحد ان شاء الله يضامقوا، ولكن دابا ان شاء الله دابا يزول المشكله. دابا من بعد باش يذوب هاد الثلج هذا راه واحد المده باقي، هي كيطيح شويه وكيبقاو الماكينه قاد كتبقى سيمانه عاد كيذوب لي فوق القرمود. اما دابا هذا راه خصو واحد المده طويله. ولاتني ان شاء الله الاطفال مشي يرجعوا للمدرسه ونطلبوا على الله خير يكون بعدا على الاقل توقف شويه ويقدروا يدوزوا باش نديوهم المدارس ديالهم ان شاء الله يا ربي. شتو هادشي بالليل، بالليل كان كيطيح، ولكن بحال قلت لكم حتى الصباح بيت ليله كيطيح، بيت ليله ليله حتى الصباح. الحمد لله هذا رزق اللي جا من عند الله كامل بزاف. بحال قلت لكم الشتا فيها خير والثلج فيه خير، كل شيء فيه خير الحمد لله. يا ربي يغسلنا هذا الثلج هذا وتصفى نفوسنا ويترفع هذا الوباء عن العباد يا رب. في هذا الفيديو فقط حبيت اني نشارك معكم هذا الحظ ديال الثلج اللي طاحت علينا هذه يومين. دابا نعملت لكم يومين البارح واليوم، بديت لكم في الاول الفيديو باليوم وهذا البارح بالليل، والثلج باقا كتساقط بحال اللي كتشوفوا معايا. واخا البروده واخا كلشي ولكن منظر واعر واعر، الثلج كيطيح وكيغطي الدنيا شي حاجه اللي هي واعره. انا ممكن حيدت من باركو كقينار كامل لسه كنطلع كنشوفو.
الخروج ما كيقدروش يخرجوا، اذا خرجنا يدهي في الباب، دابا خصوصا ملي تراكم ديك التلج بزاف في الباب، يعني هي في الباب تقدر تخرج تلعب مع راسك بالتلج، تعدل المونيكو، تعدل كل شيء بلا ما تبعد. صراحة ظل الأمر صعيب لأن حركة السير كتوقف والطلبات ما كيقدروش يتحركوا، فقط عن المترو هو اللي خدم، المترو جا تحت خصك تهود ديك العقبة كاملة باش توصل المترو. شتو هنايا الولاد خرجوا كيلعبوا، البنات في الليل كانوا عاملين فوضى هنايا، يشبروا الطابلات وبقاو كيزلقوا في هاد العقبة هادي كيهودوا فيها حتى القاع عاوتاني كيرجعوا. واحد المتعة مزيونة التلج صراحة الله، ولكن الحجم اللي كتزيد على حدها صافي كتقلب ضده صراحة الله. دابا هاد الساعة هادي هاد الكمية اللي وصلتنا ديال التلوج دابا راه صعيبة صعيبة، لأن حتى واحد ما يقدر يخرج هكذا، كتعمل رجلك في التلج كيغطس صعيبة وكيزلق، كل واحد خصك ضروري تخرج في يدك العكاكاز ولا شي حاجة باش تقدر تمشي في الطريق. ولكن الحمد لله على كل حال، دابا ان شاء الله هادشي كامل دوز، عاود تجي الصيف والحرارة، نقولوا علاش جات الحرارة، كل شيء الله كامل مزيان.